شفنا في الفوري ترانسفورميشن واحده من البروبرتيز بتاعته ان احنا لما بنعمل سامبلينج في السيجنال بتاعتنا في التايم دومين الفوري ترانسفورميشن بتاعها الناحيه الثانيه بيبقى بيريودك. فدلوقتي احنا بنحاول في ديسكريت تايم فوري ترانسفورميشن احنا نديفاين الفوري ترانسفورميشن بحيث ياخد في اعتباره السامبلينج اللي موجود في التايم دومين والبيريوديستي الموجوده في الفريكوانسي دومين. فالديفينيشن بتاع الديسكريت تايم فوري ترانسفورميشن بيبقى كالاتي: في التايم دومين الجزء بتاع التايم دومين اللي هو الفورورد دي تي اف تي او ديسكريت تايم فوري ترانسفورميشن بيبقى عباره عن اكس اوف ان اي تو ذا ماينس جي اوميجا ان، والكلام ده بنتكلم على الاوميجا الرينج بتاعها من ماينس باي لباي اللي هي الرينج بتاع الايه اللي هي سنجل بيريد من الايه من الفوري ترانسفورميشن. لاحظ ان احنا نفس الترم بتاعنا حطينا بدل ما كان في تي بقى في عندنا ان دلوقتي، اوكي، على اعتبار ان ان دي عباره عن ان تي اس، اوكي. ونفس الكلام برضه بالظبط بقى عندنا هنا اكس اوف ان بدل اكس اوف تي لان احنا عندنا الاكس بتاعتنا سامبلد، وبقى في عندنا هنا سميشن بدل ما كان عندنا انتجريشن. نلاحظ برضه ان احنا حطينا الفريكونسي دومين تيرم هنا بدل ما كان اوميجا كابيتال اوميجا بقى عندنا اي تو ذا جي اوميجا، اوكي، سمول اوميجا. كابيتال اوميجا بتتحط علشان الكونتينوس فريكونسي، بنتكلم على الاوميجا اللي هي السمول اوميجا دي بنتكلم على ان احنا عندنا بيريودك اوميجا، يعني اوميجا من ماينس باي لباي وبعد كده بتتكرر بعد كده، يعني لها بيريود توايس باي، اوكي. فهي محطوطه اي تو ذا جي اوميجا لان احنا نلاحظ هنا ان احنا يعني لو حطينا اوميجا دي بتوايس باي، اوكي، من 0 لتوايس باي تدينا بيريود. اكتر من كده لو حطينا ب4 باي هتدينا نفس القيمه بتاعت 0 وتوايس باي، لو 6 باي نفس الكلام، يعني هي بتبقى بيريودك ببيريود توايس باي لان دي بتعبر لنا عن فيز، فالفيز ده من 0 لتوايس باي وبعد كده بيبقى بيريودك، بعد كده بيفضل يلف بعد كده في نفس الفاليوز هي هي. الناحيه الثانيه بقى اكس اوف ان بتاعتنا احنا قلنا ان هي الناحيه الثانيه هتبقى بيريودك، فبيريودك معناها ان احنا هناخد بيريود واحده من ماينس باي لباي بس، اوكي. ونفس الديفينيشن هو هو ما عدا ان احنا حطينا هنا الايه الديفينيشن بتاعنا بقى فيه هنا ان بدل تي لان احنا عندنا الفاريبل بتاعنا ان مش تي، وبيطلع لنا ناحيه ثانيه اكس اوف ان بتاعتنا. نلاحظ برضو ان احنا حطينا اكسبريشن اللي هو بتاع اكس اي تو ذا جي اوميجا، هي اكشوال احنا ممكن نسميها اكس اوف اوميجا، بس يعني هي لما بنحطها اي تو ذا جي اوميجا دايما بتفكرنا ان الرينج بتاع السمول اوميجا ده من ماينس باي لباي. نلاحظ شويه حاجات على الدي تي اف تي. ان بيسك الدي تي اف تي بتاعنا هو عباره عن 1 بيريود اوف ذا كونتينوس فوريه ترانسفورميشن اوف ذا سامبل سيجنال، يعني احنا دلوقتي مش بنحسب ترانسفورميشن جديد، لا ده احنا بنحسب 1 بيريود من الكونتينوس فوريه ترانسفورميشن احنا عملناه قبل كده. يعني احنا لو حسبنا الكونتينوس فوريه ترانسفورميشن احنا شفناه قبل كده هنلاقي ان من ماينس باي لباي هي نفس الفاليو اللي بتطلع لنا او نفس الـ الفانكشن اللي بتطلع لنا لما بنحسب الدي تي اف تي، اوكي. فالدي تي اف تي ما هواش نوع جديد من فوري ترانسفورميشن، لا ده هو عباره عن حاجه بتحسب لنا الجزء اللي يهمنا بس في الايه في الكونتينوس فوري ترانسفورميشن لان بقيه الاجزاء الثانيه كلها شبهه. ونلاحظ برضو ان الزي ترانسفورميشن بتاعنا اللي هو برضو معمول عشان سامبل سيجنال هو ريليتد للدي تي اف تي بالعلاقه البسيطه جدا دي، لو انا حطيت زي بتساوي اي تو ذا جي اوميجا، اوكي، ده هيديني على طول في الاكس اوف زي بتاعنا اللي هو الزي ترانسفورميشن بتاعنا هيديني على طول الاكس اس اوف اي تو ذا جي اوميجا. لو احنا فاكرين الزي قبل كده كنا حاطينها بتساوي او هي الديفينيشن بتاع الزي بمعنى صح كان عباره عن اي تو ذا باور اس، اوكي، فبيسكلي حطينا اس هنا بجي اوميجا، اوكي. فاحنا كده كل احنا عملناه ان احنا اعتبرنا نفس الكونديشن بتاع اللي بيربط لابلاس بالايه لابلاس ترانسفورم بالفوريه ترانسفورم. فوريه ترانسفورم لو احنا فاكرين كنا قلنا ان هو سبيشال كيس من لابلاس ترانسفورم لما يكون عندنا الاس بتساوي جي اوميجا، احنا استعملنا نفس الحاجه وحطينا الزي بتساوي اي تو جي اوميجا، اوكي، على اعتبار ان الزي اصلا بتساوي اي تو ذا اس، فاحنا عشان نربط الزي بالفوريه ترانسفورم استعملنا العلاقه اللي بين اللابلاس والفوريه، اوكي. فبيسكلي الدي تي اف تي ساعتها هو عباره عن الفاليوز اون ذا يونت سيركل، اوكي. يعني هنا لو احنا بصينا على الزي هنا هنلاقي ان الماجنتيود بتاع الزي او الراديوس بتاع الزي بيساوي 1، اوكي، وبتاخد ديفرنت فيزز بقى اكوردنج للاوميجا دي قيمتها كام. فاحنا بيسكلي كل القيم بتاعه الدي تي اف تي هنلاقيها هي عباره عن يونت سيركل اللي كانت موجوده عندنا في الايه في زي دومين. فبيسكلي عشان الكلام ده يبقى يعني يصح يعني يبقى لازم اليونت سيركل بتاعتنا تبقى انكلودد ان ذا ريجن اوف كونفرجنس. احنا عندنا في الفوري ترانسفورم لو احنا فاكرين ما فيش عندنا ريجن اوف كونفرجنس، احنا بنتكلم دلوقتي علشان الاكس اوف زي بتاعتنا دي تكزيست، اوكي، ولازم عشان الكلام ده يبقى ينفع نطبقه يبقى لازم الفاليو بتاعت الزي ديت يعني اللي هي اليونت سيركل تبقى انكلودد جوه الريجن اوف كونفرجنس بتاعت اكس اوف زي، اوكي. فهي دي ده الكونديشن بتاعنا، وساعتها لما الكونديشن ده بيتحقق يبقى الفاليوز اللي على اليونت سيركل
هي هتبقى بالظبط الفاليوز بتاعت الايه، بتاعت الدي تي اف تي. في عندنا مشكلة حقيقة هنا، يعني احنا دلوقتي بسطنا نفسنا كتير جدا، لان احنا دلوقتي بدل ما كان عندنا continuous time signal بقى عندنا discrete signal في التايم دومين. طبعا احنا عندنا مشكلة ان احنا، يعني احنا طبعا لو عايزين نعمل الحاجة دي على الكمبيوتر ونعمل الدي تي اف تي على الكمبيوتر، احنا لسه ستيل عندنا اللينث بتاع السيجنال بتاعتنا ممكن يبقى انفينيت. لو انا فرضا عامل سامبلز مثلا، او عامل سامبلينج لكوزاين سيجنال، كوزاين سيجنال دي بتبقى لها فاليوز من ماينس انفينيتي لانفينيتي، هل اقدر انا ادخل الفاليوز اللي هي ماينس انفينيتي لانفينيتي حتى لو كانت سامبلد واعمل الانفينيت سميشن ده على كمبيوتر؟ يبقى معنى كده انا ما اقدرش، يبقى لا، معنى كده لازم اكونسيدر سيجنالز بس. لو انا عايز اعمل الدي تي اف تي على كمبيوتر لازم اكونسيدر سيجنالز لها فاينايت سبورت او لها كومباكت سبورت. اوكي، فمعنى كده ان انا دلوقتي محتاج اعمل حاجه تانية بحيث انها تساعدني ان انا ايه، ان انا اعمل الكلام ده على الكمبيوتر، اعمل الفوريه ترانسفورميشن على الكمبيوتر بشكل يكون افيشنت. اوكي، لان الوضع الحالي رغم ان انا خليت السيجنال بتاعتي سامبل في التايم دومين، الا ان لسه ستيل كونتينوس فورم موجود في الفريكوانسي دومين، وبرده اللينث بتاع التايم دومين ممكن يكون انفينيت.